حنا ندافع بشراسة على مبادئ سياسية نتاعنا تاع ثورتنا ومبادئ وقيم تاع البشرية اللي مبنية عليها البشرية، وما نتخلاش على الدول الضعيفة. هذا هو قضية الصحراء، قلنا قضية تصفية الاستعمار، قضية الصحراء ما هوش كره في أشقائنا المغاربة ولا الواقع، هذا هو ملف الصحراء الغربية مازال على طاولة لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة. نهار اللي يفصلوا فيه الله يسهل عليهم. قضية فلسطين، احنا مع فلسطين، وقالها الزعيم الراحل رحمه الله ظالمة ولا مظلومة وما هو شيء جديد بالنسبة لنا من وقت سيدي بومدين الغوت، من وقت صلاح الدين الأيوبي وإحنا مرتبطين فلسطين، مش شيء جديد علينا. ما يجوش دول أخرى يقول لك الجزائري، إحنا ارتباع عندنا الشهداء تاعنا تما في 48، مشاو الجزائريين متطوعين رغم الاستعمار واستشهدوا تما. أما الله ولا تخلينا على فلسطين وما نتخلاش عليها. ما نتركش فلسطين الهمجية اللي راها فيها اليوم. غزة وصلت عار على البشرية، مش إلا على الدول العربية ولا على البشرية كلها. 10,000 طفل ما عندهم حتى دم يقنبلوا فيها بالطائرات وهذه، وتزيد رغم المعاناة رغم هذا تحاول دير لي سايس بيكو جديد، رحل هذا منا وهذاك جيبوا منا وهذه شطرنج. لا قبلش، احنا نمشيو من راى منكم منكرا فليغيره. بيده فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وهو اضعف الايمان، اضعف الايمان. اذن احنا يشاورونا ولا ما يشاوروناش، بالنسبة للقضية الفلسطينية الموقف تاعنا واضح وضوح الشمس وما نتخلاش عليه، ويبقى هذا هو إلى أن يريد الله الأرض وما عليه.